خساك الحق خساك برشا اللي عندي الكل حطيته لهنا بخلاف ان خذيت كريديات وباش يعني باش بنيت المشروع نتاعي بديت من الصفر وبنيت المشروع نتاعي. النار هذه هزت كل شيء باش نعاودوا نرجعوا من الصفر تو ان شاء الله ربي يقدرنا باش نجموا نرجعوا نخدموا على الاقل ربع الخدمه اللي خدمتها. بحكم منطقتنا فيها ديما شويه ريح صرتو في الليل والغابه الشيحه شويه بحكم الجفاف مده طويله مطر ما فماش الغابه كلها شيحه على هذيك انتشرت بسرعه يعني النيران. انا مربي نتاع نحل في الاصل عندي قرابه ال 94 بيت نتاع نحل عندي مشروع نتاع دجاج نخدم في دجاج نوع شتلة يعني نخدم فيها جينوا فرنسية النار هذه جات عليه الكل كيما تشوفوا يعني الكوري نتاع يعني كيفاش نقولوا هو اللي حط فيها الدجاج دخلت النار ومات الدجاج الكل وتكل الكل نحل زاد بحكم انه البيوت نحل كلها لوح كلاتها النار ما خلت لي حتى بيت.